يقول بأن عباد القبور بأنهم مسلمون لأنهم جهال وهم يرددون الشهادة دائما. جهال والقرآن يتلى عليهم ويسمعونه، وفيه تحذير من الشرك والوعيد على الشرك والحكم على المشرك لأنه مخلد في النار، ويقول جهال. قامت عليه الحجة، قامت عليه الحجة بما بلغه من القرآن: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به. ومن بلغ، من بلغه القرآن قامت عليه الحجة. نعم، وهذه أمور ظاهرة ما يعذر فيها بالجهل، ظاهرة والقرآن واضح فيها. الجهل في الأمور التي تحتاج إلى بيان، تحتاج الأمور الخفية، الأمور الخفية والمحتملة، بينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، الأمور المشتبهة الخفية. أما الأمور الظاهرة والواضعة هذه ما فيها إشكال. نعم. وهل هناك أوضح من النهي عن الشرك والتحذير منه؟ ما فيها أوضح من ذلك، والحكم على أهله. نعم.